مالك؟ معلش لا مؤاخذة لا مؤاخذة، وانا يعني مولودة على سلم الكهرباء. اهو خلاص حاجة غير طبيعية، اسندي على الدراع. اهدي 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 شوية، ده خبطني في كتف. معلش. وانت يا اخبشورة جنبي يا اخويا. خلاص بقى يلا خلاص اهو. يا اختي ممكن تمسكي في الشنط؟ حاضر حاضر اهو. معنى كده احنا اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهدوا لا اله الا الله، اشهدوا ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعفك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروتي ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروتي؟ انت شايف نهبل ولا دائع عصافير؟ ده انا اول ما سيبك هتخلع. لا لا انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازه كبيره ساعه بس. ده 100 صندوق ازازه كبيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصري يا عم، أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر تحت أمرك. إيه العربية الحلوة؟ يو في إيه؟ متزربن ليه دلوقتي؟ في أخبار زي الزفت. زفت ليه؟ كفالة الشر في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو نجوان سابوا الشقة اللي معنا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شوية. اختفوا سابوا الشقة وغاروا في 60 داهية، محدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا، كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقت؟ كده احنا ملناش اي لازمة هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على اتنين مصريين ما نعرفهمش؟ يو ما نعرفش حاجه غير اسمائهم. بالراحه وطي صوتك، احنا في مكان عام. انت عارفه انت اتسلقتي على حيطه مايل. ايوه والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره. هي اه صحيح اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ هي بومه. انا بومه؟ أنا مش بومة، أنا غراب. بس غراب إيه؟ من نوع معين كده. إحنا إن شاء الله هنروح الجنينة وهنتفرج على القرد اللي بيتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطرة يا طنط موسوكا، ونادر معاها، وإن شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم أنت بنت غلبان. أنت عارفة فلوسي دي كانت هترجع إزاي؟ لو بعتت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقي كده اهوت وتعمل له شويتين وترجع لك الفلوس صاصة ليه. افرضي ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني في ايه؟ انا استخبى جوه. استخبى يا بنت، استخبى يا بنت بسرعه يا بنت، استخبى. مين 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 اللي بيخبط؟ مين يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا؟ مالك؟ فين هايدا ابو طالب؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتش الشقه. عايز ايه يا واد انت؟ وهو في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها بتبص لي كده ليه؟ ها يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس ما لهمش دعوه بحاجه. ما لهمش دعوه بيه، هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتوا؟ بفضلك يا ياسر، هما ما لهمش دعوه. هناخد هايدي بس. يلا هات ورايا. اتفضلي يا هايدي، امضي لي على المحضر ده. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصه اللي كنت قاعده عندها في الاول. نوال؟ احمدي ربنا انها جات لنا وما راحتش لياسر، يعني ما كنتش هعرف اقنعه انه يعمل لك محضر انك سلمت نفسك.
عشان كده برضو ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمة تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول وكان ممكن ما تقبضش عليا صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطه، ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتستر عليه. وبعدين ما قبضتش عليك رسمي، الرسمي ان جيت الاسم بنفسك وسلمت نفسك. لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامه، ياسر هيعمل لك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني، هتباتي لغايه الصبح، وبعدين هتطرحها لي على النيابه. علي يا باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحه عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه؟ حاضر يا حنين. اتفضلي يا ست هانم. احنا كده كده راجعين، يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص، ولا يبقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره. الو، شوف الراجل ولا كاني بكلمه. ايوه يا ابو طالب، ازيك عامل ايه؟ الحق نادر، هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه، وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود، جولي اتعكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. ربنا يسترها معاك. طب اقول لك ايه، ازالوا خالد سندس فين؟ لا تكون ولايه مصوته كرشتها. يا ابو طالب بيه، انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا، مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا، انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم كده، هايدا هتروح مننا. يا عم بقول لك اسالوا سندس فين. حاضر حاضر حاضر، اسالوا. كوري عايزه تعرف سندس فين. بتلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجه. بقول لك ايه، سلام، انا كده اتاخرت. قال لك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. عاوز تلاقي نجوان؟ للاسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزباله وادور عليها. بدور على ابراهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه، اسمع مني انا. دور على ابراهيم تلاقي ست نجواه. اهلا. بقى كده برضك يا سوكا؟ ده بدل ما تاخدني بالحضن وتقول لي ليكي وحشه؟ حضنتك عقربة فلوشك في صرصور ودنك يا ولية يا ناقصة. بقى انت يا ولية رايحة تبلغي عني يا واطية؟ انا ناقصة يا ام سوكا؟ استني ياما، بقولك ايه يا نوال، سكة سونسون دندن دي مش معايا، ولعبوا شخاليل هتملي على كل حاجة، ومن الاخر هو اللي وراك البيت 10 دقايق والبوليس جه. يعني من الاخر كده انت اللي حبستي البنية. ليه يا شيخ؟ عملت لك ايه؟ حرام عليكي. الله، عملت لي اللي عملته لي يا اخويا. مالك محموق عليها قوي كده؟ كانت من بقيه اهلك واحده وهزقتني وعملت معاها الصح وعلمتها الادب. مالك انت؟ مالحالة عدوينك يا ولية انت؟ ماله ده ايه؟ هي مش امه دي اللي كان هيتقبض عليها؟ ايه، صرصار انا ولا فار؟ ملوش لازمه لولا الضابط التاني الله يكرمه ويخليه. قال للضابط الاولاني اللي كان عاوز يقفشني انا والولية سندس، قال له مالكش دعوه بيهم، دول ناس محترمين، ناس من عائلات وناس كبارات قوي. يا ولية ما انت قاعده اهو زي الجن، كان حد داسلك على طرف؟ وبعدين انا بلغت عليها هي، ما جتش جنبك. خدي يا ام سوكا، عشان انا عارفه انك بتحبي الحاجات بالمكسرات، ودي بقى مكسرات فاخره. كلي يا اختي، محدش واخد منها حاجه. انت عارفه يا بت يا نوال، البت ده هي انا طول عمري اقول عليها سو، قلبي كده يا اختي ما بيبقاش مرتاح لها كده اهوت. والله يلا تستاهل اللي يجرى لها، احنا مالنا يا اختي ومال مشاكلها. يلا نوال. ها، من الاخر كده ارغي، عايزه ايه؟ وعاوز منك ايه يا اخويا؟ انا جاي عشان مصلحتك. عزوز عايز يرفع عليك قضيه عشان انت ما بقيتش تيجي المحل، قال لي اجي اكلمك بالهداوه كده عشان تنزل يا اخويا.
وبعدين يا سوكا انت خيرك عليا وانا مش نكرت جميل. ايوه النبي اسكتي، مش البت الممرضة الممصوصة عاملة له عمل على ظهر قرموط يا اختي، عمال يجري ويفط في قلب المية، ما احناش عارفين نجيبه. قالوا ايه؟ اقول له يا ولا تعالى نروح نفك العمل، مش راضي، مش راضي يطوعني خالص. جرى ايه يا سوكا؟ حب وغرام ايه يا اخويا؟ خلاص بطلنا اللي يعطلنا، احنا عايزين نركز في المام اكل عيشنا. عندك حق، انا لازم انزل الشغل، بس مش عشانك انت، عشان خاطر امي. من الاخر يا نوال، انت لبستي خلاص توب الرقصات الكسر، وطالما لبستي توب الرقصات الكسر ما تلزمنيش، يعني بنت الحلال ما فيش الا ما بيني وبينك. سلام عليكم وعليكم السلام. انا تكلمني كده برضك يا سوكا؟ ناني يتقال لها الكلام ده؟ عموما انا اللي غلطانه عشان جيت لك. سلام. حياك يا هيمة، اهلا اهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمة، امر يا شيخ العرب. الامر لله، انا ما احب البودي جاردات والحمايه والحراسه، لا لا لا. تفضل تفضل تفضل. انا انسان بسيط واحب البساطه، حياك. لكن اذا بغيت اصير مافيا وقت ما ابي اصير مافيا. والله عدك العيب يا شيخ العرب. انزين قول لي انت شو اللي تبي مني؟ بص انا مروان ما قرانيش كويس، كبدكي ما يقتلش، كبدكي يعلم على حد، ها يقلب حد في مصلحه، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين؟ وبعدين انا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي ان انا ارزل عليك واطلب منك اي حاجه، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري مني. اشتري. ايوه ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري يا وليه انت؟ خد خد فلوسك يا هشام بيها. ايه ده؟ ايه ده يا وليه خرفانه انت؟ خد هشام يخرب بيتك، حد يعمل كده في نعمه ربنا؟ مش كفايه مش كفايه قرايبك الزباله اللي جم ضربوني وسرقوني وعوروني؟ الله يقطعك، هو انت ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من اللي عامله ده؟ شوفي يا اختي مين، مش شايفاني بلم النعمه؟ قومي فزي. حاضر. انا اللي بتخبط. مالك مالك يا حبيبتي؟ انا جايه اطمن عليكي اشوفك عايزه حاجه. مالك فيك ايه؟ اقول لك ايه بس ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تعال على مهلك. ودي مين دي اخرى؟ دي اللي جايه تكمل تلطيش فيا؟ وانا خلاص بقيت الهفيه اللي في البيت ده ولا ايه؟ مروان بيه فين؟ What do you want? مروان بيه، مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want? Who are you? نعم يا اختي. What do you want? انتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين. Go out or I'll call the police. انا مش فاهم من امك حاجه. This is my home and this is my wife. طب شوف لي مروان. Go go go. انا شكل مروان لبسني مجسم عشان اقتله ويخلع ولا ايه؟ كده يا مروان، هما دول المصريين في الغربه؟ ماشي عشان ما تصعبش عليا.